مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ولقاء يتجدد دائما مع صباح كل يوم وبنصبح عليك. النهارده السبت 24 من ربيع الاخر عام 1441 هجريا، 21 ديسمبر 2019. خلاص يمكن ايام قليله ونودع عام 2019 ونستقبل عام جديد، عام 2020. يا رب يكون باذن الله عام سعيد، عام فيه الخير علينا جميعا، على مصرنا الحبيبه وعلى العالم اجمع. كل عام وحضراتكم بخير. معنا النهاردة مجموعة من الفقرات بنستعرضها مع حضراتكم بشكل سريع. دايما بنقول الصحة هي الاستثمار الأول في حياة أي إنسان. إذا كنا بنتكلم عن استثمارات، إذا كنا بنتكلم عن مشاريع قادمة، فبالتأكيد صحة الإنسان هي الاستثمار الأول في حياتي. النهاردة هنتكلم على الجهاز المناعة. جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول، هو اللي بيحمي الجسم من الأمراض. ولو عرفنا كده جهاز المناعة بشكل سريع، بنقول هو منظومة من العمليات الحيوية التي تقوم بها أعضاء وخلايا الجسم. هذه العمليات الحيوية بتحارب الأمراض، بتحارب السموم، بتحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض من خلال العدوى. عموما هنتكلم عن جهاز المناعة بتفصيل أكتر، هنتكلم عن علاقة التغذية بجهاز المناعة، إزاي نحاول نتغذى التغذية السليمة والصحيحة علشان نقوي جهاز المناعة وبإذن الله نحمي أنفسنا من الأمراض. وإن شاء الله يعني دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. فقرة مهمة بتمنى أن حضراتكم تتابعوها معنا. معنا فقرة تانية بنتكلم فيها عن الابتكارات الحديثة، وزي ما حضراتكم شايفين كل يوم دايما في الجديد وفي الحديث، في ابتكار جديد، في اختراع جديد. كل هذه الابتكارات والاختراعات بالتأكيد بتخدم العملية التعليمية، بتخدم الأبحاث العلمية، بتخدم كافة المجالات. قد يكون ليها جوانب سلبية وجوانب إيجابية، لكن النهاردة هنأكد على الجوانب الإيجابية وإزاي مثل هذه الابتكارات والاختراعات العلمية الحديثة نستفيد من الجوانب الإيجابية لها في تطوير التعليم، في تطوير الأبحاث العلمية في كل مجالات الحياة، وإزاي بالفعل يكون ليها فايدة إيجابية على الإنسان وعلى البشرية بشكل عام. ده كان استعراض سريع لفقراتنا اللي هنشوفها ونتابعها مع حضراتكم النهاردة. إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم، لكن هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ولنا جولة سريعة مع الأخبار من بعض الصحف المختلفة. مشاهدينا الكرام بنرجع مرة تانية ولنا جولة سريعة مع الأخبار وأخبار السبت 21 ديسمبر. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتطبيق أفضل معايير السلامة بالطرق خلال تفقد كباري مصر الجديدة. تفقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة وطريق القاهرة السويس الصحراوي. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية. اليوم بدء الاجتماع الثالث لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. بتكلفة مليار دولار إنشاء أول مشروع صناعي زراعي متكامل للسكر في مصر، مساحته 181 ألف فدان غرب ملوي بمحافظة المنيا. التأمين الصحي الشامل وتشكيل لجنة لفحص طلبات غير القادرين لإعفائهم من الاشتراكات والمساهمات. بحث إعداد برامج لتوعية أطفال المدارس بمخاطر الهجرة غير الشرعية. لا صحة لشائعات حرمان الطالب من دخول الامتحان حال فقدان التابلت. التضامن منصة رقمية لتسويق منتجات الأسر المنتجة إلكترونيا. افتتاح أعمال تطوير المجمع الإسلامي ببور فؤاد مارس المقبل. مصر تتزين بأشجار الكريسماس استعداداً لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد. كل عام وحضراتكم بخير.
جامعة القاهرة تنتهي من الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول. منح دراسية مقدمة من الهند والمجر. جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم الثلاثاء المقبل بتكريم علمائها ومفكريها وباحثيها. وآخر أخبارنا مع الأخبار الرياضية، واللاعب المصري العالمي اللاعب محمد صلاح خامس أفضل لاعب في العالم من صحيفة الجارديان الإنجليزية. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام. وآخر أخبارنا واستعراض سريع لدرجات الحرارة وأخبار الطقس. السبت طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 21. درجات الحرارة بشكل سريع في بعض المحافظات: في محافظة القاهرة العظمى 21 والصغرى 10، في الأسكندرية 21-11، في مطروح 19-11، في السويس 21-10، وأخيرا في مدينة العريش الكبرى 21 والصغرى 8. مشاهدينا الكرام، بكده بنصل لختام جولتنا السريعة مع الأخبار، لكن حالا هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية وأولى فقراتنا مع جهاز المناعة والتغذية السليمة وإزاي ممكن نتعرف على أنواع التغذية السليمة اللي تقوي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض. فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونبدأ أولى فقرات. الابتكار هو ما يبديه المرء من قدرات للتخلص من نمط التفكير العادي واتباع نهج جديد في التفكير. تتمثل أهمية الابتكار فيما يأتي: التحسين من جودة المنتجات، تنمية مهارات التفكير الشخصية للفرد، وذلك من خلال التفاعل الجماعي وممارسة العصف الذهني للمساعدة على إيجاد روح المنافسة في المؤسسات، المساعدة على إيجاد طرق لزيادة حجم المبيعات في المؤسسة، المساهمة في تحسين جودة القرارات المصنوعة لحل المشكلات داخل المؤسسة. ومن هنا تطبيق الابتكارات والمعرفة يساعد على دفع عجلة التقدم والتنمية. شباب الجامعات دي مفروض ان هم طاقات موجودة في المجتمع وموجودين بعدد كبير جدا في الجامعات، فالمفروض ان احنا نستغل الطاقات دي في كل الأساليب العلمية اللي هي تظهر للمجتمع في صورة خدمات. يعني احنا اي ابتكار بيتعمل المفروض احنا نوفر له السبل ونوفر له الامكانيات من الدولة ومن خلال الجامعات بتوفر له للطلبة ان هم يعدوا برامج جديدة حديثة، يتعمل لهم افكار جديدة. في ابحاث علمية كتير جدا المفروض الابحاث دي تطلع النور في صورة خدمات للمجتمع. يعني في الاخر المهم ان المجتمع يستفيد من الرؤى والافكار دي. يعني لما الاقي مثلا طفل صغير مثلا بيبتكر حاجه، احنا المفروض ننمي ده فيه عشان اما بيجي يكبر ده هيعمل حاجه لبلده وهيعمل حاجه لنفسه. يعني احنا لازم ننمي الاطفال من هي صغيره. طبعا الاختراعات والابتكارات بتنمي الفكر، بتنمي روح المنافسه بين الشباب، بتخليه يخدم مجتمعه، وبتنمي فكره طبعا في حاجات كتير، وبتوفر فرص عمل. اللي بيبتكر حاجة طبعا بتوفر له دخل، بيقدر يعمل مشروع، بتخلق فرص عمل كبيرة للشباب، وبتساعد على الابتكار وتنمي الذكاء، وتخلق مجال عمل كبير جدا، وتخلق قدرة على المنافسة بيننا وبين شعوب العالم. بيعود على البلد، وبيعود على الشاب برضو بان هو بينمي يعني الذاكره والذهن بتاعه. ولقد اعلن الرئيس السيسي في ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2019، والتي تبنى من خلالها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه 2020 استراتيجيه التعامل مع التطورات التكنولوجيه للثوره الصناعيه الرابعه، وبما يخدم تطلعات شباب العالم وتحقيق الاستفاده من جميع مجالاتها.
مشاهدينا الكرام، بنرجع مرة تانية ونبدأ فقراتنا مع حضراتكم، وهنبدأ مع حضراتكم بفقرة الابتكارات والأفكار الحديثة. بالتأكيد حضراتكم ملاحظين يعني في السنوات الأخيرة كل يوم في جديد، كل يوم في ابتكار جديد، في اختراع، في أفكار جديدة حديثة يمكن غيرت طريقة حياتنا، غيرت آرائنا في حاجات كتيرة. مثل هذه الابتكارات والأفكار العلمية الحديثة بتساهم مساهمة فعالة في تطوير الكثير والكثير من المجالات، وبنستخدم دايما العلم في كل مجالات حياتنا. طبعا في الصناعة وفي الزراعة وفي كل المجالات بنستخدم الابتكارات ويعني الأبحاث العلمية الحديثة. عموما هنتكلم عن الابتكارات وعن الأفكار الجديدة والمشاريع العلمية الحديثة، وازاي ممكن نطبقها في حياتنا، وازاي ليها تأثير إيجابي في حياتنا، وأيضا أثرها على المجتمع وعلى الاقتصاد بشكل عام. في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة هبة مدحت زكي، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا بحضرتك معانا دكتورة هبة، شرفتينا وبنصبح على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. خلاص قربنا نودع عام 2019 يعني. دكتورة هبة، اسمحي لي كده في البداية بشكل سريع، يعني احنا دايما بنقول ابتكارات وبنقول اختراعات، يمكن الفرق بينهم يعني محدش قوي عارفه او مش واضح، ايه الفرق بين الابتكار والاختراع؟ تمام. دايما الناس بتفتكر ان احنا لما بنتكلم على الابتكارات بنتكلم على الاختراع. الحقيقة ان الاختراع فكرة جديدة، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده، زي مثلا الطيارة، دي فكرة ما كانتش موجودة قبل كده، زي الصاروخ، زي الحاجات دي كلها اختراعات. ولكن الابتكار ممكن تكون حاجة كانت موجودة فعلا ولكن كانت بتستخدم بطريقة تقليدية، وأنا عشان أحسن من أدائها ممكن أن أنا أعيد تركيبها مرة تانية عشان تقدم الحاجة اللي هي كانت بتقدمها بطريقة جديدة ومختلفة وفعالة أكتر. فالابتكار مش لازم يكون بيحتوي على اختراع، يعني ممكن تكون حاجة فعلا كانت موجودة وماشية عادي، زي مثلا التاكسي والشركات دلوقتي اللي بتعمل ابلكيشن على الموبايل علشان توصل الناس. فالتاكسي فكرة موجودة بالفعل، ولكن الابتكار اللي حصل هو ان احنا خلينا ان انا اقدر ان انا استدعي التاكسي بموبايل ابلكيشن او بتطبيق على المحمول. ده بنسميه ابتكار. واعتقد الابتكار ده مطلوب في كل المجالات متهيألي يا دكتورة، في يعني واحنا بنتكلم عن الزراعة مثلا، تطوير الزراعة طبعًا. عن الصناعة، عن التعليم، مطلوب ان احنا يعني هذه المجالات كلها نطورها بافكار علمية حديثة يعني. اكيد، لان وجود يعني اقتصاديات عايزة تحقق النمو بتاعها، ده مش ممكن يتحقق غير بوجود افكار جديدة لحاجات اوريدي احنا بنعملها بشكل تقليدي. فاحنا علشان نبتكر في التعليم فلازم ندخل ادوات جديدة واساليب جديدة للتعليم مثلا، عشان اطلع منتج اللي هو الاطفال او الشباب دول يكونوا متعلمين بطريقة اكثر انفتاحا، اكثر ان هم يكونوا عندهم قدرة اكتر على الاكتشاف والتطوير والتنمية عامة. فمثلا ده المثال بتاع الابتكار في التعليم زي ما حضرتك ذكرتي. الابتكار في الزراعة ده حاجة مهمة جدا، يعني دلوقتي في ابتكارات كتيرة بتخلي البيئة الزراعية بدل ما تترش كلها بالأسمدة اللي هي ممكن تكون ضارة وليها أضرار على صحة الإنسان، دلوقتي بقى في تطبيقات بتتعمل سواء كان اللي هي الطيارات من غير طيار او برابط معينة بتخلي المكان بس اللي في الارض اللي محتاج مغذيات او اسمدة يترش تحديدا، ما ترشش كل الارض. فده ابتكار مثلا في مجال الزراعة ويعني وهلم جرى. وامثلة من ده كتير، يعني ابتكار تمام. مثلا في جودة المحاصيل الزراعية، في بالزبط. زيادة عدد المحاصيل الزراعية، صحيح. يعني صحيح. ابتكار في كل المجالات بحيث يبقى ليه اضافة او صحيح. يبقى ليه تأثير ايجابي. طيب لو اتكلمنا عن اقتصاديات المعرفة والابتكار، برضو مفهوم هذه الكلمة يمكن بنسمعها كتير في هذه المرحلة، واحنا دلوقتي بنتكلم عن التحول الرقمي وبنتكلم صحيح. عن الشمول المالي، يعني كله على طول في جديد صحيح. وفي حديث. كلمة اقتصاديات المعرفة، الحقيقة ان اقتصاديات المعرفة هي فكرة واسعة او
مفهوم واسع لنوع معين من الاقتصاد بيواكب الفترة الحالية. الاقتصاديات المعرفة ليها 4 مكونات أساسية. المكون الرئيسي إن لازم يكون فيها مؤسسات داعمة لفكرة الابتكار، بتقدم حوافز الابتكار، بتنشئ قوانين، الطرق حتى تداول الخدمات والمنتجات بتبقى بطريقة مختلفة. وخلينا نأكد في الأول على إن تعريف اقتصاديات المعرفة معناها إن هي الاقتصاديات اللي المنتج بتاعها هو المعرفة نفسها، مش إن هو بيستخدم المعرفة علشان ينتج سلعة جديدة. فدي نوع متقدم قوي من الاقتصاديات اللي بتهدف ليها كل دول العالم إنها توصل لها. اسمحي لي حضرتك أقف عند نقطة، يعني إيه المنتج بتاعها هو المعرفة نفسها؟ يعني معلومة تضيف للإنسان المعلومة؟ المعلومة درجة أقل من المعرفة. المعرفة في تعريفها بتتكون من مجموعة من الخبرات، المهارات، التجارب الشخصية، النوهاو أو اللي هو يعني كيفية عمل الأشياء. فتعريف المعرفة هو أوسع كتير قوي من بس المعلومة. فلأنه بيندرج عليه وجود خبرات كمان، الخبرات الإنسانية. والحقيقة إن في طبعا دراسات كتيرة بتتعمل على تعريف المعرفة، في الأساس بتقول إن المعرفة معظمها مش مكتوب. معرفة كلها بتبقى موجودة في داخل يعني فكر الإنسان. وعلشان كده الاقتصاديات بقى اللي بتنتج المعرفة دي بتهتم جدا بأن فكرة تبادل الخبرات، لأن ده جزء كبير جدا من التقدم بتاع المجتمعات دي. فهي مجتمعات متقدمة قوي، المنتج النهائي بتاعها هو المعرفة اللي احنا بنقول عليها. لان دي اللي بتدفع عجلة النمو، هي دي اللي تقدر تحقق مستويات مرتفعة جدا من التنمية في هذه الاقتصاديات. نرجع للمكونات بقى. فكنا بنقول ان لازم يكون في مؤسسات داعمة، لازم يكون في منظومة ابتكار، ومنظومة الابتكار دي بتتكون بقى من دعم البحث والتطوير، دعم الأبحاث العلمية وخلافه. جزء ومكون رئيسي مهم قوي في اقتصاديات المعرفة هي الأشخاص المنتجين للمعرفة، لأن الابتكارات هي أساسها أشخاص. وبالتالي فوجود الأشخاص دي اللي احنا بنسميهم knowledge workers، أو اللي هم الناس اللي بتعمل على إنتاج المعرفة، دول أشخاص مهمين جدا. فبنهتم هنا بقى بوجود منظومة تعليم تحفز على وجود ابتكار أو أشخاص مبتكرين. آخر بقى عنصر، والعنصر الأساسي اللي الناس كلها بقى بتتكلم عنه، اللي هو البنية التحتية للمعلومات والتحول الرقمي وكده، لأن دي هي البيئة المحفزة لعمل الابتكار. فالأربع مكونات لازم يشتغلوا مع بعض، من غير لو واحد فيهم ما كانش موجود أو ما كانش بيشتغل بكفاءة مش هنقدر نوصل لاقتصاديات المعرفة. ده كده يعني بشكل سريع كده ألقينا الضوء كده بسيط يعني على اقتصاديات المعرفة يعني. تمام. طيب ازاي بقى اقتصاديات المعرفة وازاي دعمها هيساهم في تنمية المجتمع؟ يعني حضرتك عارفة إن أي دولة في العالم بتهدف إن الاقتصاديات بتاعتها تحقق نمو، ونمو يعني بتكبر، الاقتصاد بيكبر. صحيح. والمنتج بتاعه النهائي بيكبر وكده. فلو إحنا بنتكلم على اقتصاديات المعرفة ليه هي مهمة؟ علشان هي بتحقق للدول اللي ما كانتش قادرة تحقق معدلات نمو السريعة، إن هي تحفز معدلات النمو ده فتنمو بخطوات سريعة جدا، بل تكاد تكون قفزات. فعشان كده اقتصاديات المعرفة دي حاجة مهمة قوي، مهمة جدا جدا. لأنها بتوفر على الدول اللي بتعاني من تراجع مستويات النمو، أو إن مستويات النمو بتاعتها متواضعة، إنها بتوفر عليها خطوات كتيرة قوي لازم تمشيها لو مشيت بالطرق التقليدية. فهي التحول لاقتصاديات المعرفة بيساعد على حدوث القفزات في التنمية أو التنمية المستدامة للدول دي.
صحيح. واحنا هنا لما بنتكلم عن تنميه مستدامه يا دكتوره بالتاكيد بنتكلم في كل المجالات، ما بنتكلمش في مجال معين، يعني طبعا. هي دراسه ولكنها تشمل مثلا مجال التعليم، التنميه في مجال التعليم زي ما قلنا، في مجال صحيح. الزراعه، في مجال الصناعه، في التجاره، في الاستثمار، اعتقد كل ده هيكون ليه مردود ايجابي طبعا. على كل هذه المجالات، وفي النهايه هيبقى عندنا التنميه اللي بالزبط. بنتكلم عنها. فكره التنميه المستدامه هي فكره شامله، والحقيقه ان هي اساس الفكره ظهرت مع اطلاق الامم المتحده لاهداف التنميه المستدامه في 2015، واللي تبنتها منظمه الامم المتحده للتنميه. والاهداف ال17 للتنميه المستدامه بتشمل بقى ان جوده التعليم، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، بيئه نظيفه، ماء نظيف، التكامل من أجل التنمية، تحقيق السلام، مدن مستدامة، الابتكار الصناعي. فحضرتك تشوفي لو بصيتي على كل الأهداف ال17 للتنمية المستدامة، حضرتك هتلاقيها بتشمل كل مناحي الحياة صحيح. وبالتالي فهي علشان كده اسمها التنمية الشاملة، لأنها بتشمل كل الجوانب المختلفة في حياة الأشخاص أو في الاقتصاد بتاع الدولة اللي احنا بنتكلم عليها. وطبعا حضرتك عارفة أن مصر من الدول اللي عندها رؤية شاملة للتنمية المستدامة، اللي هي رؤية صحيح. مصر 2030، وهي رؤية مستمدة من أهداف التنمية المستدامة الأممية اللي أطلقتها الأمم المتحدة. تمام. طيب دكتورة هبة، حضرتك واحنا بنتكلم عن اقتصاديات المعرفة، حضرتك اكدتي على جانب الاشخاص المبتكرين، هل بيتم مثلا تدريب مجموعة من الاشخاص او تعليمهم او يعني تحت اي مسمى، وهؤلاء الاشخاص ينقلوا هذه الخبرات لمجموعة اخرى من مثلا الشباب او من الاشخاص، وبالتالي يبقى في توسع لعملية اقتصاديات المعرفة؟ الحقيقة ان زي ما قلت لحضرتك ان مكون اساسي لاقتصاديات المعرفة معرفة هو فكرة منظومة التعليم للأشخاص، ولكن منظومة التعليم مش هنخليها مثلا مقتصرة على مكان معين هو اللي بيطلع الأشخاص المبتكرين ده. لا، احنا عايزين نشتغل على ان كل الشباب مثلا اللي موجود في دولة معينة يبقى قادر على الابتكار في مجاله. فمثلا المهندس قادر ان هو يبتكر، المعلم قادر ان هو يبتكر، الطبيب قادر هو يبتكر. يعني ازاي نوصل هذه الفكره او هذه الرساله للمعلم للمدرس؟ الحقيقه ان هي مش يعني ان الفكره مش ممكن توصل بطريقه فوقيه، هي لازم تبتدي الاول من تحت. بمعنى ان انا من اول ما هم يدخلوا المدارس انا بدخل الافكار الابتكاريه وطريقه الابتكار وطريقه التفكير الابتكاري. في طرق دلوقتي كثيره جدا معتمده في التدريس علشان تحفز الناس انها تفكر بطريقه مختلفه، وتمنع خالص فكره الصم والحفظ صحيح والتلقين والتلقين بالظبط. فمن الاول خالص انا ببتدي بان هم بدفعهم للتفكير النقدي، لفكره ان انا ازاي ابتكر، ازاي اقدر ان انا احل، يبقى فكري كله متوجه لفكر البروبلم سولفنج او فكره ان انا احل المشكلات. بدل ما ان انا اشوف ان طيب دي مشكله، طب خلاص انا مش هتعامل معاها، مع معرفش لها حلول. دايما فكر الاشخاص المبتكرين بيدور دايما على حلول لمشكلات موجوده طول الوقت. هو في مشكله فهو بيعتبرها مش مشكله، معتبرها انها تحدي، وبيحاول ان هو يتعامل معاها علشان يتخطاها ويحلها ويروح لمرحله ثانيه. فالتفكير ده، طريقه التفكير دي الحقيقه لازم تبقى موجوده في الشباب والاطفال من الاول خالص، من اول السلم التعليمي. اعتقد ان دلوقتي من سياسه التعليم الجديد او تطوير التعليم هو الابتكار زي ما حضرتك اشرتي، والبعد عن التلقين. طب هل بيبقى في مثلا اساتذه دكاتره زي حضرتك كده بيشرفوا على الشباب اللي ممكن يكون عنده ابتكار جديد، انه مثلا هذا الابتكار ممكن تنفيذه على ارض الواقع، ولا ممكن هذا الابتكار لا ده صعب تنفيذه؟ يعني برضو ازاي هذه المنظومه تكتمل، وازاي نقدر فعلا نستفيد بشكل ايجابي، علشان شبابنا اوقات بيبقى عندهم افكار هي ممكن تكون كويسه ولكن تطبيقها على ارض الواقع صعب. هنا بقى بيظهر دور حاضنات الاعمال. بالظبط. فحاضنات الاعمال هي كيانات
موجودة سواء كانت في الجامعات زي حاضنة أعمال كلية الاقتصاد، أو موجودة حاضنات خاصة، أو ساعات حاضنات بتتبع للحكومة كمان، يعني بعض الوزارات تمتلك حاضنات. فكرة الحاضنات بمنتهى البساطة هي جاية من كلمة حاضنة للأطفال. دايما أقول يعني إحنا بنحتاج ليه إن إحنا نحط طفل لسه مولود في حاضنة؟ عشان هو لسه ما اكتملش النمو، هو ده الحال لأفكار الشباب اللي لسه ما اكتملش بنموها، بينقصها بعض المغذيات، بعض الافكار الجديده، بعض الدعم علشان نقدر ان احنا نحسن اداء الشباب دول ونخرج منهم فكره تصلح انها تكون شركه ناشئه، او تصلح انها تكون فكره قابله للتطبيق. فالحاضنات بتقدم خدمات بتدعم الفكر اللي هو الفكر الابتكاري الريادي، وفي نفس الوقت كمان بتساعد الافراد اللي عندهم افكار لسه مش مكتملة انها تكتمل بشكل صحيح. بيبقى في توجيه مثلا للشباب طبعاً. توجيه انه ابتكاراتهم دي او افكارهم دي تتوجه صح، بيبقى في يعني برامج يعني بتفصلة على كل حالة لكل شاب لكل ابتكار، ونشوف ايه هي نقاط الضعف اللي موجودة في الفكرة بتاعته، ونبتدي نشتغل على انها تتطور علشان تبقى افكار صالحة للتطبيق. طب هل هذه الحاضنات يا دكتورة اي حد ممكن يلتحق بيها؟ يعني لو حد من الشباب مثلا عايز يشوف الابتكار ده، عايز يدخل هذا المجال، عايز يتعرف عليه، هل هي متاحة لأي حد؟ طبعا بالنسبة للحاضنات يعني عامة طبعا بتقبل، بيبقى ليها شروط للقبول، لكن لو احنا بنتكلم على حاضنة اعمال كلية الاقتصاد فاحنا بنتكلم على ان احنا بنقبل الشباب من سن 18 ل 35 سنة. اي شاب في مصر، مش لازم يكون خريج جامعة القاهرة، اي شاب في الفئة العمرية دي احنا بنقبله، بنقيم الفكرة بتاعته، وبعدين بنبتدي نعمل له تصميم لبرنامج خاص ليه هو بمجموعة من الموجهين والخبراء اللي بيساعدوه انه هو يطور الفكرة بتاعته لحد ما توصل للدور يعني. طيب اخيرا يا دكتوره هبه، اعتقد زي ما حضرتك اشرتي هذه الابتكارات لما تحل مشكله ده هيبقى حاجه كويسه قوي. كل مجتمع بيبقى ليه مشاكله الخاصه بيه، فلو اتكلمنا عن مصر مثلا عندنا بعض المشاكل، بعض التحديات زي مثلا الزياده السكانيه، زي تطوير التعليم. اعتقد لما شبابنا يقدم ابتكارات في هذه المجالات اللي تحل مشاكلنا المجتمعيه، اعتقد ده هيبقى شيء رائع طبعا. جدا يعني احنا دايما حتى في الحاضنه لما بنفتح يعني نفتح باب التقدم للمشروعات، بنستهدف المشروعات اللي ليها اثر مجتمعي كما ان هي ليها اثر اقتصادي. فمثلا بنستهدف المشروعات اللي بتهتم بجوده التعليم او تطوير التعليم او تكنولوجيا كده. التعليم المشروعات اللي بتهتم بتطوير الصناعه، المشروعات التكنولوجيه، مشروعات مثلا اللي بتهتم بتطوير المدن الذكية، أو التطوير في ان بقى اعمل مشروعات تساعد على تقليل استهلاك الطاقه، الطاقه النظيفه، الماء النظيف ده بالظبط. فدي المجالات اللي احنا بنهتم بيها، بالرغم ان احنا حاضنه عامه يعني مش متخصصين في مجال بس واحد، وده بيدينا فرصه ان احنا نتعرف على كل الانشطه الطلاب بيعملوها او الشباب بيقدموها، وفي نفس الوقت بيساعدنا على ان احنا ندعم اكبر عدد من المشروعات في مختلف المجالات اللي مهمه للنمو لمجتمعنا عموما. دكتوره هبه مدحت زكي، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، شرفتينا ونورتينا، واكيد هيكون لنا لقاءات قادمه باذن الله، لان اقتصاديات المعرفه ده موضوع مهم جدا لازم نتكلم عنه. شرفتينا ونورتينا. ميرسي. مشاهدينا الكرام، بنصل وصلنا لختام هذه الفقرة، لكن هنطلع فاصل وهنرجع مرة تانية، ولنا لقاء مع التغذية والمناعة وارتباط التغذية السليمة بتقوية جهاز المناعة. فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقائنا مع بنصبح عليك.
الكرام بنرجع مرة تانية، وزي ما قلنا هنتكلم عن جهاز المناعة. ويمكن بشكل سريع كده كلنا عارفين ان جهاز المناعة هو خط الدفاع الاول للجسم، هو اللي بيحمي الجسم من الامراض. طيب ازاي نقوي هذا الجهاز عشان بقدر الامكان نحمي انفسنا من الامراض؟ بالتأكيد التغذية ليها دور كبير جدا في تقوية جهاز المناعة. كل ما كانت التغذية سليمة ومتوازنة كل ما بقدر الامكان هنحاول نقوي جهاز المناعة. عموما اسئلة كتيرة وهنعرفها ومعلومات كتيرة هنعرفها عن تقوية جهاز المناعة، ويا رب بإذن الله ربنا يشفينا ويعافينا جميعا من الإصابة بأي نوع من أنواع الأمراض. في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة هبة عبد اللطيف أخصائي التغذية بالمعهد القومي للأمراض. أهلا بحضرتك معنا يا دكتورة هبة، شرفتينا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخير على كل المصريين. وإحنا موسم بقى البرد والأنفلونزا والكل عاوز يعرف إزاي، يعني ده دي فيروسات، فالخط الدفاع الأول هو حقيقة مناعة الجسم. فاحنا عشان كده بقى النهارده عايزين نتكلم عن جهاز المناعه والنقاوية. يعني طيب عايزين نعرفه بقى بمفهوم علمي سليم يا دكتوره وتفصيل اكتر، يعني احنا عارفينه كده بشكل سريع زي ما حضرتك قلتي، هو اللي بيدافع عن الجسم، هو اللي بيحمي جسمنا من الاصابه بالامراض او بالعدوى او بان احنا نستقبل يعني او اخذ اي نوع من انواع الفيروسات. ايه هو برضو جهاز المناعه ده؟ تمام. بشكل علمي خلينا نقول ان هو جهاز المناعه بينقسم لكذا جزء. جزء منه اللي هو خلايا الدم البيضاء، كريات الدم البيضاء، ودي ماشيه في الجسم زي كده لما كل الدم ماشي في الجسم. تمام. ونفس خلايا الدم البيضاء دي جواها كذا نوع، وكل نوع منهم مسؤول اكتر عن مهاجمه انواع معينه من الميكروبات او الفيروسات، وهي نفسها وفي جزء منها مسؤول عن انتاج المضادات الطبيعيه اللي هي الانتي بوديز اللي الجسم بيفرزها لما بيكون مثلا تعرض قبل كده لميكروب معين، وبيبقى عنده ذاكره او ميموري للميكروب ده، فبيتكون عنده اوريدي الانتي بوديز دي. يجي بعد كده يجي لي الدور ده تاني اللي هي الاجسام المضاده. الاجسام المضاده بالظبط، الانتي بوديز دي، فاقوم انا خلاص عندي ذاكره ميموري بتقوم الجسم يطلع. ده نوع من انواع الخلايا المناعيه. في بقى خلايا تانية ثابته اللي هي الايه، الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه دي زي حائط كده تاني، مصد تاني، وموجوده في اماكن مختلفه من الجسم، زي مثلا اللي موجوده هنا اللوز. اللوز دي عباره عن غدد مناعيه. وفي جزء ثالث وده مهم جدا جدا جدا، وللاسف احنا المودرن ستايل بتاعنا في الاكل والحياه يعني دمرها، انسجه ليمفاويه منتشره على مدار كل الجهاز الهضمي. ولما بناكل غلط، ممكن نتكلم دلوقتي ازاي، لقوا ان ليها علاقه مباشره بانواع معينه من الحساسيات وانواع معينه من، احنا بنسميها في المصطلح اسمه ليكي جات سندروم، او يعني الجهاز الهضمي الليكي، يعني اللي فيه تسريب، ان هو بيسرب حاجات للجسم تدخل للجسم وتقوم تهيج الجسم وتعمل حاجات زي حاجه امراض كتيره قوي. وبعض الكلام الجديد دلوقتي بيتقال انه بعض انواع الامراض المناعيه ليها علاقه بالليكي جات سندروم ده. فزي ما الجسم بيهاجم الميكروبات والفيروسات والخلايا السرطانيه اول ما بتبدا، جزء اساسي لمنعها والحائط الصدي هو الجهاز المناعي. الجهاز المناعي كمان ممكن لو حصل لخبطه فيه يهاجم خلايا الجسم نفسها ويعمل لنا بقى الامراض المناعيه اللي بتهاجم الجسم نفسه، زي الروماتويد وزي انواع كتير من الامراض التانيه. يعني هو الوظيفه الرئيسيه والاساسيه لجهاز المناعه ان هو بيهاجم الامراض او الفيروسات، لكن الخلل بقى اللي يحصل في نفس بقى الجهاز ان هو يهاجم الجسم نفسه. يبدا يهاجم الجسم ويعمل لنا امراض زي الروماتويد انواع كتير. طيب خلينا نتكلم عن الجهاز المناعه السليم والصحيح، ازاي نقوي هذا الجهاز في البدايه، يعني ازاي نخلي جهاز المناعه عندنا قوي من خلال التغذيه السليمه؟ طيب لو عايزين نبدا بقى من بدري 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 قوي 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 قوي، فهو بيبدا الحقيقه من لحظه الولاده. تمام. عايزه اقول لك ان الولاده الطبيعيه بتبدا تهيئ الجهاز المناعي بتاع الطفل اكتر من الولاده القيصريه. اتعمل دراسات ليه؟ لانه اثناء الولاده الطبيعيه اللي بتحصل دي ومرور الطفل في المسار الطبيعي بتاع الولاده الطبيعيه بيخلي ان الجهاز الهضمي بتاعه بيبدا يحصل له برايمنج زي ما قلت لحضرتك الانسجه الليمفاويه الاساسيه، ويبدا يجي له اللي هي نوع من انواع البكتيريا النافعه
او الخمائر النافعه اللي بتبدا تبقى موجوده جوه الجهاز الهضمي. دي كاننا احنا مش عايشين لوحدينا، احنا عايشين ومعانا ملايين الخمائر النافعه اللي موجوده في الجهاز الهضمي. ده رقم واحد. رقم اتنين الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه دي جزء مفيده ومهمه جدا لبناء الجهاز المناعي للطفل. الرضاعه الصناعيه غير انها بتعرضه لدورات ونوبات متكرره من الاسهال، لان ساعات ما بيتحضرش كويس، ساعات طبعًا ممكن يبقى فيه تلوث، ساعات حاجات كتير. هي نفسها بتفتقد لحاجات كتير تخلي الجهاز المناعي بتاع الطفل يشتغل صح. والجهاز الهضمي، عشان بقول لحضرتك دلوقتي الكلام بتاع الجهاز الهضمي وازاي ان احنا احافظ على الخمائر الطبيعيه الموجوده في الجهاز الهضمي، دي يعني طفره جديده ومنظور جديد مختلف تماما عن المنظور اللي احنا كنا بنتكلم بيه زمان. صحيح صحيح، ده مهم جدا بدايه من الولاده الطبيعيه والرضاعه الطبيعيه. الطبيعي. يمكن كمان الرضاعه الطبيعيه يمكن معلومه كلنا عارفينها، لكن حضرتك اضفتي النهارده موضوع الولاده الطبيعيه كمان، يعني ده مهم جدا في تقويه جهاز المناعه. احنا واخدينها بقى مرحله كده، بدايه من حديث الولاده، مرورا بقى مرحله سنتين برضو يا دكتوره. المرحله دي مهمه جدا في حياه الطفل وفي حياه الانسان بشكل عام. برضو ازاي ندي لطفلنا التغذيه المناسبه في هذه المرحله؟ طيب خلينا نتكلم انه بصفه عامه، انه علشان احافظ على الجهاز المناعي صح، هو التغذيه جزء من مجموعه حاجات كتير. لو بتكلم بصفة عامة، النوم السليم، يعني الإنسان البالغ المفروض أنه هو ينام متوسط 8 ساعات في اليوم، لأنه أقل من كده ده بيعتبر ستريس على الجسم وما بيديش الفرصة أن الجهاز بتاعنا كل أنسجتنا تشتغل صح. ده رقم واحد. رقم اتنين التعرض الكافي للشمس. كلنا عارفين فيتامين سي عشان المناعة والكلام ده، لكن هو الحقيقة فيتامينات تانية كتيرة جدا مهمة، من ضمنها فيتامين د. فيتامين د دلوقتي بالظبط، فيتامين دي دلوقتي، والمصدر الأساسي لفيتامين دي هو الشمس. الشمس صحيح. الحاجة التانية الهواء المتجدد، إن أنا أخرج أمضي وقت بره البيت، او ان انا افتح الشبابيك، عشان كده الادوار البرد بتزيد في الشتاء، الناس كلها جوه البيت ومقفلين وبيجددوش الهواء، ما يفتحوش الشبابيك، ما يدخلوش الشمس. فدي حاجه تانية بتقلل المناعه. ولو كل ده بقى هنطبقه على الطفل وهو صغير. طب الحاجه كمان التانية ممارسه الرياضه، بس بقى ايه، تكون متوسطه الشد، مش الرياضه العنيفه. الرياضه العنيفه تعتبر ستريس على الجسم. يعني اولادنا اللي بيتمرنوا المفروض ان هم ما اخدهمش فجاه ان انا اعللهم الحمل التدريبي مره واحده. لازم يبقى بالتدريج، انه يبقى الجسم متعود على الحمل التدريبي ده، ما يبقاش مره واحده. فالستريس بيخلي الانسان يبقى بيزود هرمونات الستريس ويخلي المناعه ما تشتغلش صح. بالنسبه للكبار طبعا، البعد عن التدخين والمكحوليات والحاجات دي بتاثر على المناعه بشكل مباشر. لو هنرجع بقى للتغذية، طب اسمحي لي حضرتك نتكلم عن مرحلة الطفولة اللي هي من سن مثلا سنة لغاية 3 سنين 4 سنين. في دلوقتي يعني أطعمة كتيرة بتتباع من خلال شركات خاصة، يعني دون ذكر أسماء، بيبقى مكتوب عليها إيه، مضاف إليها معادن، مضاف إليها فيتامينز، مضاف إليها. فالأمهات هنا بتبقى متلخبطة، طب هل الأطعمة دي أصح بالنسبة للطفل، ولا إن إحنا نديله الخضار والفاكهة الطازة اللي فيها العناصر الغذائية كاملة وما فيهاش مواد حافظة وإحنا ضامنينها؟ يا ترى إيه الأصح صح بالنسبة للطفل؟ حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وممكن ناس كتير مش عارفاها، وأنا دي دايما بقولها الحكاية دي. هو الناس متخيلة إن الخضار والفاكهة فيتامينات ومعادن بس. لا، هو الحقيقة مش كده. الخضار والفاكهة فيتامينات ومعادن وألياف. ألياف. تمام. وحاجة اسمها فيتو كيميكالز، يعني مواد كيميائية مستخرجة من النباتات الطبيعية. الفيتو كيميكالز دي غير الفيتامينات والمعادن خالص. وكل حاجة منهم ليها تأثير في حتة معينة، في حاجات كويسة للجهاز الهضمي، في مواد كيميائية، مش عايزة أقول يعني مصطلحات وأسامي لأنها معقدة، يعني بشكل عام، بشكل عام. وفي حاجات منها ليها علاقة بالجهاز المناعي، في حاجات للدورة الدموية، في حاجات للمخ، في حاجات مضادات اكسده. فمش كل ان انا اقول علبه الفيتامين هيحط لي فيتامينات ومعادن، لكن مش هيعرف يحط لي الفايتو كيميكالز دي. بره في حاجات بتتباع يقول لك فيها لايكوبين، يعني كاكاكتنز، يقول لك كده، بس نوع علبه هيحط لك نوع.
هنحط بقى نجيب 20 علبة ناخد كل منهم قرص، لا مش هنعرف. فالحقيقة الغذاء الطبيعي، الخضار والفاكهة الطبيعيين المختلفين، أنا دايما بقول ناكل كل أنواع القوس قزح، كل لون منهم ليه فايدة، وكل لون منهم له مادة معينة، فايتوكيميكلز معينة ليها تأثير معين على جهاز معين من أجهزة الجسم. صحيح. فلازم ده يعني الألياف. الافضل يعني بنقول نصيحه لكل ام عندها طفل مثلا من سنه ل 3 سنين، كلنا كل ما كانت كل ما كان الاكل طازه وكل ما كانت الفاكهه والخضار طازه افضل بكتير من الحاجات المعلبه، حتى لو مكتوب عليها مضاف اليها فيتامينز ومعادن وحاجات زي كده. بالظبط ده مهم جدا. والالياف ما ننساش الالياف. طيب برضو يا دكتوره، معروف ان دايما بنقول الحمضيات زي الليمون والبرتقال والجريب فروت واليوسفان دي في فيتامين سي، وده برضو بيحمي الجسم من الامراض، برضو الى اي مدى كوبايه عصير البرتقال مهمه بالنسبه للاطفال وبالنسبه للكبار، يعني في اي مرحله من المراحل العمريه؟ طيب. حلو. خصوصا كبار السن برضو زي ما حضرتك اشرتي، واحنا دلوقتي في فصل الشتاء وبنحاول بقدر الامكان نحمي نفسنا من الانفلونزا ونزلات البرد. حضرتك اشرتي لنقطه مهمه، الفئات العمريه او الانواع من الناس اللي بيبقى عندهم عرضه اكتر لان هم يلقطوا امراض اكتر، الاطفال تحت سن السنتين، تمام، الكبار السن فوق سن 65، تمام، الناس اللي بيبقوا بيتعرضوا بيشتغلوا وبيتعرضوا اللي يشوفوا ناس كتير زي مثلا الناس اللي بتشتغل في مستشفيات بيتعاملوا مع جمهور كتير. صحيح. الناس اللي عندهم السكر، الناس اللي عندهم فشل كلوي، الناس اللي عندهم سرطانات، دول بيبقوا بنخاف عليهم كده، يعني لازم نخلي بالنا قوي. فلو هنرجع اللي هي عوامل الخطر زي ما بنقول، أو اللي عندهم استعداد اكتر او عندهم عوامل خطر اعلى، تمام. فلو هنرجع بقى للتغذيه، خلينا نحط كده محاور اساسي، حاجه اشارتي فيتامين سي وهتكلم عنه. خلينا من الاول اصلا نقول حاجه مهمه جدا، ان الاكل الجاهز الفاست فود اللي بيحتوي على دهون كتير مشبعه ومتحوله وعالي السكريات ده بيضعف الجهاز المناعي. بيضعف جهاز المناعي؟ ده بيضعف الجهاز المناعي. فمن الاول كده يعني، بس انا حابه اقولهم عشان نتجنب الحاجات دي، او على الاقل نقللها قوي 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 قوي، تبقى كده يعني من قال لاخر بعيد. تمام. فزي مثلا المريض السكر يقول لك، الدكتور يقول له ارجوك حافظ على مستويات السكر بتاعتك علشان مثلا الجرح يلم لو هيعمل عمليه، او عشان ما تتعرضش لامراض. فدايما مستويات السكر العاليه او السكريات اللي واحد بياخدها كتير في الاكل دي ممكن تضعف الجهاز المناعي. تمام. ماشي. والدهون زي ما قلنا، تمام، غير صحيه. لو هنرجع بقى لانواع الفيتامينات، لو بنتكلم عن انواع فهو فيتامين سي، فيتامين سي اللي هو كل الناس عارفينه هنتكلم عنه، فيتامين دي زي ما قلته، وفيتامين اي، فيتامين الف اللي هو ممكن الناس مش واخده بالها منه، اللي عارفه موجود فين؟ موجود في العدس وموجود في البطاطا الحلوه، واللي هم اصلا في الشتاء يعني جدودنا حاجات جميله واغذيه حلوه جدا. بناخدها بالظبط. فتلاقي البطاطا دي وشوربه العدس مليانين فيتامين الف، وفيهم ماده اسمها بيتا كاروتين. لو هنرجع لفيتامين سي بقى، حضرتك قلتي كوبايه عصير برتقال حلو، بس انا افضل ناخد الثمره كامله عشان ناخد اليافها. يعني ناخد ثمره مثلا برتقال واحده يوسفندي كده، تقريبا حصلنا على حوالي 140% من احتياجاتنا من فيتامين سي اللي احنا محتاجينها. الجوافه فيها اكتر، الكيوي فيه اكتر واكتر. الكيوي بيدينا لو اخذنا مثلا حجم كوبايه يعني حوالي مثلا ثمرتين كيوي او ثلاثه صغار متوسطين، حوالي 200% من احتياجاتنا من فيتامين سي في اليوم. تمام. طيب دكتوره برضو سريعا عشان عندنا كذا سؤال والوقت خلاص، هل برضو احتياجات الجسم بتختلف من فصل لفصل؟ بمعنى ايه؟ يعني احنا مثلا دلوقتي فصل الشتاء محتاجين فيتامين سي زي ما حضرتك اشرتي، ناكل برتقال، ناكل يوسفندي. هل في فصل الصيف لا، محتاجين مثلا ناكل بطيخ، ناكل الفاكهه اللي فيها ميه على اساس تدي الجسم ميه، تدي الجسم علشان الجسم طبعا في فصل الصيف بيفقد ميه كتير. هل بتختلف من فصل لفصل؟ لا، بس خلينا نتكلم انه بصفه عامه، انه الجهاز المناعي عشان يشتغل صيف كويس وشتاء كويس هو محتاجين كل العناصر الغذائيه على مدار الوقت. لكن اللي فرق ايه؟ انه هناخدها منين؟ يعني مثلا البطيخ اللي هو الحاجات الحمراء زي ما قلت لك، ناكل الرينبو، ممكن ناخد مكانه فراوله، بتبقى موجوده اكتر في الوقت ده، موجود فراوله. الميه محتاجينها صيف وشتاء. لا الميه دي على فكره في الشتاء ده، انا عايزه اقول لك بيحصل جفاف
اكتر لان الناس بتنسى تشرب، بتنسى تشرب ميه. وبنلاقي الناس اللي عندهم مشاكل في الحصوات والكلى بيبدا يظهر في الشتاء علشان الناس بتنسى تشرب. فالميه مهمه على طول، ودايما بنقول على طول السنه خضار وفاكهه. الخضار يبقى حوالي 4-5 ثمرات خضار في اليوم، حصص في اليوم، والفاكهه حوالي من ثمرتين لثلاثه حصص في اليوم. تمام، على مدار السنه. طيب هنا بقى في نقطة مهمة برضه يا دكتورة، ايه الأعراض اللي ممكن تظهر على جسم الإنسان اللي تدي مؤشر انه في خلل في جهاز المناعة؟ سريعا كده برضه بحيث ان كل أم تبقى عارفة، يعني احنا دايما بنقول مش كلنا هنبقى دكاترة، ولكن على الأقل يبقى عندنا ثقافة صحية او ثقافة طبية سليمة عشان نتعامل بيها مع أنفسنا ومع أولادنا. تمام. بصي، أدوار البرد المتكررة والدور يجي ويطول. تمام. او يجي ويبقى بمضاعفات. يعني دي مهمة قوي، ان يبدا يبقى في مضاعفات، يعمل التهاب نزلات شعبيه او يعمل يقلب التهاب رئوي، يبقى ده عندنا مشكله. او ادوار الاسهال المتكرره، بعض امراض الجلديه اللي تبدا تظهر، يعني الاقي الجلد بدا يتاثر، يجي له حاجات كتير، مثلا يعني في بالمصري كده اللي يقول لك مثلا يطلع له صنطات او تينيات. دي ادور هل الموضوع له علاقه بالهيجين ولا له علاقة انه انا منعت الطفل لسبب او لاخر، او الانسان الكبير لسبب او لاخر وقعت فجأة، زي مثلا تعرض لستريس شديد، تلاقي ممكن تلاقي ظهر له حاجات جلدية فجائية. فدي من الحاجات المهمة، دي نقطة مهمة. ستريس، ضغط نفسي مثلا يا دكتورة. أيوة. يعني أيوة. الحالة النفسية برضو مرتبطة بجهاز جدا. المناعة كنا في البر كنا بنتكلم انه ازاي الستريس ده مهم جدا جدا للاداء الوظيفي للجسم ككل، انه بيرفع هرمونات الستريس، ودي بتاثر بالسلب على الجهاز المناعي. يعني مثلا صحيح. الكورتيزون الكورتيزون الطبيعي، الكورتيزول بتاع الجسم بيعلى. وزي ما بنقول برضو دي نقطه مهمه، الامهات اللي ساعات منها لنفسها تدي كورتيزون للاطفال الصغيرين بنفسها بدون الرجوع للطبيب، ده بياثر على المناعه. لا طبعا، الكورتيزون لو هناخده من بره او هيتم انتاجه من الجسم نفسه من جوه بنسب عاليه، ده ستريس. صحيح صحيح. فاحنا دايما نحاول نمارس رياضه لطيفه، نعمل مثلا تمارين تنفس، ندور على ركنه كده في البيت نشرب فيها كوبايه جنزبيل بالليمون ولا حاجه تهدي اعصابنا. يعني ندور على الويندو او المخرج بتاعنا اللي ممكن في اليوم 10 دقائق نفصل بيه عن الاسترس اليومي بتاع. صحيح صحيح. دايما كمان بنسمع على الحاله النفسيه دي مع المصابين باورام، يعني دايما لما بتبقى حالتهم نفسية كويسة وبيبقى عندهم أمل دايما في الشفاء وطاقة إيجابية، دي بتساهم مساهمة كبيرة جدا في علاجهم، سواء من الأطفال ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم جميعا، أو من الكبار. فبرضو هنا وحضرتك يعني أخصائي تغذية بمعهد الأورام، إزاي برضو يعني المرضى المصابين بالأورام إزاي ممكن يرفعوا حالتهم النفسية ودايما يبقى عندهم طاقة إيجابية وأمل طبعا في وجه الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. دلوقتي يعني المفروض إنه من الخطط العلاج إنه من البدري خالص خالص خالص، يعني مش متاخر، بنبدا العلاج التلطيفي. يعني العلاج التلطيفي كان زمان مفهومه انه بيبدا فيه متاخر، بعد ما بيكون خلاص مثلا لا قدر الله انه المرض ما بقاش مستجيب. لا، احنا دلوقتي بنبدا من بدري جدا، والمحاور الاساسيه للعلاج اللي هي العلاج التغذوي. والعلاج الايه؟ التغذوي. التغذوي بمعنى التغذوي. التغذوي التغذوي الغذائي، يعني التغذية. الغذائي. انه من الاول خالص بدري جدا اعلم ازاي المريض ده ياكل ايه وما ياكلش ايه، وازاي انه ما ينزلش في الوزن، وحاجات كتير مختلفه. يبقى التغذيه العلاجيه، عشان كده بيسموها التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه يعني الغذاء هنا بقى كانه بمثابه علاج، مش مجرد يعني اكل وخلاص. فالتغذيه العلاجيه المحاور الرئيسيه، والسيطره على الالم، والعلاج النفسي. دي الثلاث محاور الرئيسيه، الرئيسيه علاج مرضى الاورام الجانبي او التلطيفي، غير بجانب بقى العلاج نفسه الكيماوي او الاشعاع او العمليات. فبقوا من الاثنين دلوقتي، يعني زمان كان بيتكلموا على الحاجات دي متاخر، انه لو خلاص مفيش امل وهنوقف بقى العلاج الكيماوي او خلاص يعني حاله تيرمينال او منتهيه. لكن دلوقتي بالعكس، لا، انه لما بنبدا الكلام ده من بدري جدا جدا الاستجابه بتبقى احسن جدا، والمقاومه بتبقى احسن جدا. ويعني اتعمل عليها دراسات كتير قوي على الفرق ما بين لما بدا بدري او
او ما بالتأكيد نبدأ. بالتأكيد دايما بيقال ان اي مرض سواء من الامراض البسيطه او الامراض لا قدر الله الصعبه لما يبدا العلاج فيها ومواجهتها من بدري دي بالتأكيد النتائج بتكون افضل باذن الله يعني. صح. طيب سؤال مهم برضو دكتوره هبه، دايما بنقول الابتسامه والامل والتفاؤل. صح. دايما بيقوي برضو الحاله النفسيه ويدينا طاقه ايجابيه. صحيح. بالتأكيد برضو الابتسامه دي بعيد عن التغذيه بقى. الابتسامه بالتأكيد وان الانسان يتقبل كده برضا وبصبر. حقيقي. بالتأكيد دي برضو بيكون ليها جانب ايجابي في تقويه جهاز المناعه. صحيح، ما هو ده كله بيرجع تاني للستريس يعني. هو هنلف وندوره على لان ده بيخلينا هرمونات الستريس تنزل. ونبدا ان احنا نتقبل ونقدر نتقاوم ونقدر نتحرك يعني. دايما بنقول حتى انا عايزه اقول لحضرتك دلوقتي، حتى البني ادم اللي هو بيبقى في الرعايه المركزه لازم يتحرك، يعني يعمل له انواع معينه من الرياضات المتناسبه. الحركه يعني المتناسبه لحالته طبعا بشكل ليه معين. علشان الرياضه ليها تاثير مهم على الجسم بصفه عامه والهرمونات، وبتقلل الستريس يعني، بتنشط الدوره الدمويه يعني، فوائد كتير جدا جدا جدا. فالابتسامه والاقبال على الحياه والحركه، وان انا اخرج. انا ساعات بقول المرضى عندنا ارجوك خد الفطار بتاعك، افتح البلكونه ما تاخدش الفطار في البيت، واطلع بره وخد الفطار بتاعك مع كوبايه العصير بتاعتك في البلكونه وابدا تبص للحياه من منظور تاني. الحقيقه ما بيعملوا كده بيجي للمتابعه المره اللي بعدها بعد اسبوع او اسبوعين حاله مختلفه تماما، والدنيا بتبقى غير خالص يعني حقيقه. جميل جميل. طيب دايما يا دكتوره هبه عندنا كده منتشر بين الامهات المصريات يمكن تحديدا العسل، معلقه العسل الابيض او معلقتين مثلا مع ليموناتا كده دايما. صحيح. الصبح بنحاول نديها لاولادنا قبل ما يخرجوا للمدرسه، يعني عندنا مفهوم كده ان دي الى حد ما بتحميهم من الاصابه بالامراض. برضو راي حضرتك ايه؟ طبعا بصي، هو يعني فيه شفاء للناس يعني. العسل الابيض المظبوط النقي اللي مش معلوش اي اضافات او حاجه، ده يعني خلاص هي فيه شفاء للناس. ليه؟ لانه يعني فيه مليان معادن ومليان فيتامينز ومليان مضادات اكسده، ولما بنحط معاه كمان فيتامين سي هو جاي من الليمون بالمضادات الاكسده كمان الموجوده فيه، فده بيحسن جدا من الاداء المناعي. بس انا بقول للامهات حاجه واحده، بلاش على المعده الفاضيه لانه بيبقى ساعات حامضي زياده ممكن يعني يتعب، فممكن ناخد كوبايه اللبن يعني لازم الطفل الصبح ياخد كوبايه اللبن بتاعته وبعدين معاها معلقه العسل بالليمون، دي يبقى كده ممتاز. جميل جدا. نقطه ثانيه مهمه قوي انا عايزه برضو اكد عليها ونخلي بالنا منها، لان دي منتشره في الاطفال المصريين للاسف، الانيميا. الانيميا دي موضوع مهم كمان يا دكتوره، لان دلوقتي يعني ايه انيميا بس عشان الناس تبقى فاهمه، يعني في مشكله في كريات الدم الحمراء بتاعتنا، لاما عددها قليل لاما نسبه الحديد فيها قليله. وايه وظيفه كريات الدم الحمراء؟ وظيفتها الاساسيه ان هي اللي بتشيل الاكسجين وتاخده توديه للانسجه. تمام. فلما انا يبقى عندي مشكله في كريات الدم الحمراء يبقى انا القدره على توصيل الاكسجين بالنسبه بتاعته الكافيه للانسجه بقى اصبح فيها خلل، عشان كده تلاقي الطفل ممكن ما يركزش، ممكن يبقى نعسان، ممكن يجيله صداع، وممكن كمان يبقى عرضه اكتر للامراض، مناعته مش كويس، لان الانسجه كلها بصفه عامه مش هتشتغل صح، مش بتتنفس. صحيح. ما هو النفس مش بس على الرئه، النفس على المستوى الخلايا انها تاخد الاكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون. مين بقى المسؤول عن الحته دي؟ خلايا كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء هي اللي هتوصل الاكسجين وتقوم تاخد ثاني اكسيد الكربون عشان يوصل للرئه. تمام. وده برضو الانيميا بتنتج على التغذيه، عن التغذيه الغير سليمه. انواع كتير منها، بس طبعا خلينا نتكلم ان جزء اساسي منها التغذيه غير السليمه ونقص الفوليك اسيد او الحديد، طبعا كلنا عارفين الحديد، وفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 والفوليك اسيد. خلينا لو هنقول الحديد كل الناس عارفه مصادر الحديد يعني موجود اما مصادر حيوانيه او مصادر نباتيه. مصادر الحيوانيه زي اللحوم والفراخ والبقوليات الحبوب الكامله. المصادر النباتيه زي الالياف الخضراء والتفاح والبتنجان والموز. ويستحسن طبعا هو اللي جاي من مصادر حيوانيه بتبقى الفاليو بتاعتها اعلى او القيمه الحيويه بتاعتها اقوى شويه، اعلى واقوى. بالظبط. دايما كمان عندنا معلومه كده، فيتامين سي. ايوه كنت لسه هقول لحضرتك، ما نشربش شاي مع الحديد، ناخد فيتامين سي عشان اكسده الحديد. الحديد اللي بيتاكسد ده القيمه البيولوجيه بتاعته بتبقى قليله جدا، ما بيمتصش.
الفيتامين سي بيقلل وبيمنع أكسدة الحديد. الشاي لما بتاخد بعد الوجبة خصوصا لوجبة الغداء مثلا بيأكسد الحديد فيقلل امتصاص. ده احنا عندنا يعني عادة مشهورة عادة بين المصريين نشرب شاي بعد الغداء. لا ده مش صح، مش مظبوط، مش صح. آه. وبعدين في نقطة مهمة تقولي طب احط شوية لبن، والحقيقة المادة الموجودة ما هي موجودة. ما هي ما راحتش، انا حطيت اللبن هي موجودة. يعني نحاول نبعد حتى ساعتين مثلا يا دكتوره بعد الغداء بساعتين، اللي هي ساعه ونص ساعتين تكون المعده فضت، عشان الجسم يستفيد يعني من البروتينات اللي اخذها الحديد. تمام الحديد. دكتوره هبه عبد اللطيف بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، شرفتينا ونورتينا، لقاء قيم. بتمنى الساده المشاهدين كلهم يكونوا استفادوا معانا، وان شاء الله نحاول نحمي انفسنا جميعا من الامراض ان شاء الله. شرفتينا ونورتينا، شكرا ميرسي لحضرتك. ميرسي مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا النهاردة. اتكلمنا مع حضراتكم عن اقتصاديات المعرفة، واتكلمنا كمان عن التغذية السليمة وارتباطها بتقوية جهاز المناعة. بنقول دايما الوقاية خير من العلاج، وبنتمنى لحضراتكم دايما الشفاء بإذن الله. انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد ولقاء جديد مع من صبح عليك.